موسم السياحة الشتوية بدأ مبكرا في العقبة، فالبواخر التي تحمل السياح من جنسيات أوروبية مختلفة بدأت بالرسو على شواطئ المدينة ضمن مسار سياحي لدول عدة بينها الأردن. الفنادق بخدماتها وتصنيفاتها المختلفة لا تمتلك تسعيرة موحدة، والتي من الممكن في حال وجودها أن تشجع السياح للإقامة بالمدينة لفترة طويلة، خاصة مع وجود 4000 غرفة فندقية وكذلك المطاعم. من أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياح للأعوام الخمسة المقبلة هي إطالة مدة السائح، من حيث في عندنا تنوع بهذا المنتج السياحي، حيث يستطيع الزائر من خلال إقامته أن يستطيع الذهاب إلى عندنا مواقع سياحية وأثرية عندنا في مدينة البتراء الوردية، بالإضافة إلى وادي رم، المثلث الذهبي، العقبة، عندنا الإضافة إلى الذهاب إلى المغطس، مادبة، عمان، جرش. 220 سائحا روسيا وصلوا العقبة، لتستمر هذه الرحلة بواقع رحلتين أسبوعيا لعدة أشهر لزيارة الأماكن السياحية في المدينة والمملكة. السياح الروس اللي وصلوا للعقبة فترة مكوثهم ما بين 7 ليالي مينيمم، بتزيد لعشرة أو 14 ليلة، في منهم ممكن يقعد ل 21 ليلة. طبعاً بمجرد وصولهم تتوزع عليهم برامج المواقع السياحية الموجودة بالأردن. هذه الوفود السياحية تعطي جرعة أمل لتجار المدينة بانتعاش الحركة السياحية، وأن تصبح العقبة مركزاً لمبيت جميع البواخر والطائرات القادمة إليها. ما يزيد عن 5000 سائح قدموا إلى العقبة خلال يومين براً وبحراً، لتكون المدينة نقطة عبور لإكمال مسار سياحي في دول أخرى، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود من قبل الجهات المعنية لإطالة فترة مكوث السائح. صفاء خوالدي، المملكة، العقبة.